وقتها جميل عملت ديكلاراسيون تقلق منها جمهور الكلوب شوي. وقتها قلت بابا وتشنو لعبت كأنك انكرت انك لعبت في هذا الكلوب، قلت نحارب على امي انا اللي هي استاد بابا توفى جمهور الفريق تغش شوي. لا 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 اجي نقول لك حاجه، انا لعبت 5 سنين في النادي الافريقي من احلى ايامات في حياتي في كاريري عديتهم في النادي الافريقي. باش نجي انا نكون ننكر جميل نقول لا بنت. انا ممكن اشو بتيت ركي ما خممتش فيها، اما صون معناها ما نيش فيها تقديم مخ بالكل. قلت انا اليوم امي موجوده حيه هي ربي فضلها، ربي فضل. كنت الوالد المتوفي. انا كي يقولوا لي نقول لهم امي الملعب التونسي وبابا النادي الافريقي، اليوم شكون معايا انا موجود؟ نجم نخمم على بابا هو ميت. ايه هي ميتافور معناها كانك انكرت في الفريق جمله. لا بادي تو اقسم بالله لا نقصد به، داير طلبت السماح من بعد. فهمت. معناها كان قلت لهم كان انا غلط خويا جي مكسكيوز معناها سامحونا. تبع شويه الكلوب اليوم ولا مش برشا؟ ما عادش عندها نفس المكانه في قلبك ولا حاجه. انا عندي 4 سنين ما دخلتش استاد تمني. فهمت. اللي هي جمعيتي استاد. تعرف كيف؟ نجم يعتبر الكلوب كانت مرحله في حياه جمال الامام كهو، ما كانتش معناتها ما هيش حاجه يحبها حاجه هكا. نحب الكلوب انا، شنو ما نحبش الكلوب انا؟ نسال ما نعرفش. نحب الكلوب ستاد تونيزيان كهو. انا مثلا كي تحط لي انت ستاد تونيزيان وكلوب افريكان يلعبوا مع بعضهم فينال. جي بريفير ستاد تربح على الكلوب. وكي الكلوب تلعب مع جمعيه اخرى مثلا تراجي ولا صفاقس ولا اي جمعيه اخرى نحب الكلوب تهز. دونك انا بالنسبه لي انا عندي 2 جمعيات نحب. فهمت. ما تجمش انت تكون تحب امك وما تحبش بوك. صحيح. انا نحب الكلوب ونحب الستاد نجم نكون. كيفاش تشوف السيتياسيون تاع الكلوب اليوم جمال؟ والله سيتياسيون انا احكي تقبلت تو صافي 2-3 سمان انا ولا سعد الدريدي، قلت له لا سعد انت عندك ايكيب حلوه ما تعملوا حتى ريكريتمونات وتدخلوا جمعيتك انت تو اخويا. المشاكل انا الداخلانيه نتاع الكلوب افريكان ما نجمش نعرفها. لكن انا حسب ما نشوف الكلوب افريكان بالظروف المشاكل اللي صايره المشاكل نتاع الفيفا ونتاع الدنيا ولا المشاكل الفلوس وواحد كل شيء نشوفها انا تتسمى منعت السيزون نتاعها انا بارابور الجمعيات الاخرين، خاطر كلوب افريكان راهو جمعيه اخرى يطيح ديفيزيون 2 ديريكت. هاك تشوف انت ذوما في شهر ولا قداش لموا قداش من مليار 6 مليارات 6 مليار دويت خويا. معناها المشكل شنو رايك في الحاجه هذه اللي عملها الجمهور؟ جمهور خويا 5 إتوال. انت سامت معاهم ولا ايه؟ والله انا ما نجم ما نحبش نقول لك علاش؟ هكاك شو دخلنا نحن؟ ساهمت اخويا روحي ليك انت يا؟ اي اما ساهمت؟ اي ساهم. قداش؟ تيزينا.